السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الأحوال؟ يا درنا الضوء باش يبان غاية. أنا درتها غير على خاطر الدجاج اللي راه يتبع في لاجيدون تاع تيرت، الدجاج اللي راه يتبع في لاجيدون تاع تيرت. قلنا لكم الخطره اللي فاتت هذاك مريض مش بقاش ديروا عليه، والجماعه راه يتعمر في رصانهم به، ورام يسبوا منا. احنا قلنا لكم ديك نار، احنا قلنا لكم انا قبل ما يفيروا قلت لكم بلي ما فيهاش. انا مي راني نهضر لكم غير على الملفات الطبيه والتسويه في اطار تاع الاتفاقيه مع وزاره الدفاع. ما قلت لكم لا زيادة لا غادي يزيدوا ولا والو. لا نورمال. انا منرفيني الجاجة اللي راهم يتبعوا فيها. خاطش على داروا عليه البارح، قعدوا يسبوه ويطيحوه من الاخر. وقلنا لكم ديك النهار، قلنا لكم هذا العصابه اللي مازال يتحكم، اللي عاود ردها تبون، هي اللي راهي تنتقم من هذه الفئه تاع متقاعد الجيش. داروها لكم بالاني. الخطره اللي فاتت راه العيد باقي له، العيد مع الخلصه يومين بيناتهم، يومين. اما اللي ما خلصوكمش في هذوك اليومين وخلاو تمين فات العيد يومين باش خلصوكم، قادرين يفيروكم قبل. يعني بلي هذه العصابه هذه راهي تستفز في متقاعد الجيش. ما فهمتش، هادو الجنرالات، هادو جنرالات راهم يسوقوا فيهم. هادو الاداريين هادو راهم يسوقوا فيهم نورمال، راهم يسوقوا فيهم. خاطش على مين غادي تنوض حرب مع المروك، شكون اللي غادي يدمروهم؟ غادي يدمروا هادو الجنرالات ويدمروا الجيش الوطني الشعبي، العناصر تاع الجيش الوطني الشعبي. هو تلقى في الاوتيل ونورمال وكل شيء متكسل، ومن تكمل الحرب الاخوه الاعداء تلقاهم يديروا مفاوضات في لي زوتيل. انا قلت لكم ديك النهار، انا قلت لكم اللوم لا رئيس الجمهوريه، لو انا اللوم هادو مبردعين، هادو الجنرالات مبردعين. خاطش على ما مش يضربوا على الحقوق تاعك. ظهرت واحد كيما يقول لك لي ريمار، واحد التعليقات قال لك لا من ما فيراه وخش في الخاطر. هادو الزيادات هادو اللي هضروا عليها، هادو تاع النقاط الاستدلاليه والزياده في الراتب، قال لك لا غادي يفيروها في الديزويت ولا الديزناف ولا الفا. انا هادي ما نعرفهاش. انا نعرف من تدخل لافي تدخل معها الزياده كيما باقي القطاعات. يعني جماعه بلي ذكروا فيكم، وكاش اللي عنده دروك حسبه تاع دراهم ولا في الدار غير خليها، غير ما كان يتكل عليهم. خاش غادي يدخل رمضان غادي تلقى روحك مشومر. لا وصيناهم ديك النهار، قلنا لهم وصيناهم جماعه ما تبقاش ديروا على هادو الاحزاب السياسيه والجمعيات وكلشي، خاش غادي تزدموا في حيط. نهار رئيس الجمهوريه مين قال لكم ترافقوني اقعدوا معاه وشرطوا الشروط تاعكم، وصلتوا حتى عنده حتى الكرعيه. راهي ربع سنين، راهي غادي تدخل خمسه. ما ديتو لا منصب، ما ديتو امتيازات، ما ديتو كيما يقول لك منح وعلاوات، ما ديتو والو. وصلتوا حتى الكرعيه حتى عنده، ريحتوا معاه وقال لكم ترافقوني جعل لهم بردعكم. علاهم جاب بردعكم نورمال. المهم انا هذا غير درتها خفيف ظريف وكل شيء، غير بكا تتكلوا على القيل والقال هذا اللي راه يدور في الفيسبوك. طب اللي غادي يفيروها لكم في الفا ولا دي زويت ولا ما تعمرش راسك، واللي عندها كاش ما جبد ابي ولا يخلي الدراهم تاوعه باش يفوت رمضان، خاش هادو حشوها لنا في التسعينات وزادو راهم ينتقموا منا.
غير هذه تعطيك الخبر هذه تاع قانون المصالحه الوطنيه، ريقلوا الضباط وريقلوا اللي كانوا في الجبل ريقلوا، وحنا خرجونا نتيروا من 2008 2008 2018 10 سنين 18 19 20 21 22 23 راه في 15 عام قادرين يريقلوك. وهادو تاع الحرب العصابات هادو تاع العشنية هاي بيناتهم ماهم شفت فاهمين بيناتهم، راهم يديروا كيما هكا باش يخرجونا باش يخرجونا. يا قضية سهلة مالها، نكشفوهم في الفيسبوك خاطش على الفيسبوك يضرهم. انا ما انقطعت في واحد، انا راني نهضر بصفة عامة. وصلوا عند رئيس الجمهورية وبردعهم علاهم وبردعهم محمد العقاب اللي راه في مجلس الأمة درو، والاخر راه في السفير في المجر. هادو هما الزوج اللي حشاوها لهم، قال لهم غادي نديروكم في المرصد الوطني المجتمع المدني بردعوهم، قال لهم نديروكم في المجلس الأعلى للشباب بردعوهم. المهم هادو الصوالح دروك اش راه تاكل صاحبنا تبون، راه تاكل في على المجلس الاعلى للشباب باش يجيب لها ليفيكتيف، وراه تاكل على الجماعه تاع منحه البطاله، وتاكل على الجماعه تاع المرصد الوطني للمجتمع المدني تاع بن براهم. هادي هي يا المهم هذا خفيف ظريف، ما كان لها ديروا على القيل والقال. غادي 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 تجي ديز وي تتقارع ما كان والو، ديزناف ما كان والو، الفهم ما كان والو، يظلوا يجيبوا بكم الوقت. المهم كاش اللي ما عندها مصروف ولا راه مخليه يخليه باش يفوت رمضان وما يتكلش عليهم. هيا السلام عليكم.